حلقة معي على الهاتف الأمير فهد بن خالد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. مساء الخير سمو الأمير. مساك بالخير أخوي تركي. مساء الخير ضيوفك الكرام. سمو الأمير، أول شيء طمنا عليك، طمنا على ابنك سعود، يعني هو هذا أهم شيء عند الوسط الرياضي. تعرف الناس كلها كانت يعني قلوبها معاك ولا زالت، وجتنا أخبار سعيدة، وعلمنا إذا في أخبار يعني أكثر سعادة يعني حول صحة الأمير سعود. أولا أخي تركي أشكرك وأشكر جميع الوسط الرياضي ومن جميع ضيافه على ما لمست منهم من اهتمام وحرص، وغير علينا هذه عاداتنا، وهذا احنا هذا هؤلاء هم الرياضيين الفعليين يعني، والله الحمد لله بشرك الأمور طيبة يا رب لك الحمد. الحمد لله. وبإذن الله خلال أسبوعين بإذن الله نكون بإذن الله في المملكة بإذن واحد أحد إن شاء الله. الله يجيبك بالسلامة ويرجع كمان بعد الأمير نواف بن سعد نسمع عن أخبار طيبة، والأمير بندر بن محمد إن شاء الله نسمع عن أخبار طيبة، وكل مرضى المسلمين إن شاء الله بصحة وسلامة. آمين. سمو الأمير، الأهلي والتحكيم والمباريات، وعندكم إيقاف للاعب، والوضع الأهلاوي، الجماهير الأهلاوية يعني مش مرتاحة، أنت أكيد عارف وشايف وتصلك ردود الفعل، مش مرتاحة للوضع الأهلاوي الحين، إيش تبغى تقول لهم؟ إيش تبغى تقول لمناصري هذا النادي؟ أول أخوي تركي، هي يعني الجميع يعرف الظروف اللي أنا فيها الآن، وإني مبتعد تماما عن النادي أو عن الأجواء الرياضية عموما. صحيح. لكن الحقيقة إنه شفت المباراة البارح، وفي وقتها شفتها البارح، ف للأسف أخوي تركي ما حذرت منه من بعد مباراة هو قاعد يتوالى على النادي الأهلي. من بعد مباراة مين؟ مباراة الاتحاد. أي. للأسف المسلسل المستمر، الأخطاء التحكيمية الفادحة الغير مبررة ما زالت مستمرة. للأسف وكان هناك يعني فعلا شيء ضد النادي الأهلي يعني. وهذا الإيحاء للأسف وصل لشريحة كبيرة من جماهير النادي الأهلي، وهذا اللي يحز في النفس، أني أخسر ومستواي سيء، أخسر وأنا عندي مشاكل نحن نتحملها. نعم في أخطاء إدارية، في أخطاء فنية، بكل شجاعة نتحملها، لكن لما تأتي هذه الأخطاء المتكررة من مباراة العروبة هدف يلغى ثلاث نقاط تذهب، مباراة الرائد استعجال في احتساب فاول وعدم منح الفرصة لاستمرار الكرة كان ممكن وتسجل منها هدف وألغي، مباراة الهلال توزعت علينا كروت بطريقة غير طبيعية، مباراة التعاون للأسف ضربة جزاء غير صحيحة تحسب للتعاون، ضربتين جزاء أهلاوية صحيحة لا تحسب للأهلي، مع هذا يتوقف لاعب أهلاوي في مباراة قادمة جدا مهمة ضد منافس قوي أيضا. كل هذه الأخطاء ليس لها مبرر، بل أنه وصل إلى بعض الحكام، الحكم الرابع للأسف الكابتن خليل جلال في مباراتين يكون حكم رابع لنا، وفي المباراتين هذه يتم إيقاف أو طرد أحد من المساعدين المدربين. تصرفات الكابتن خليل في مباراة التعاون للأسف على مسمع من الجهاز الإداري والجهاز الفني للنادي الأهلي، وحديثه مع الحكم وإصراره على بعض القرارات وتدخله فيها كان يعني شيء غريب. الحقيقة هذه كلها أخوي تركي كان لها تأثير مباشر في عدد من النقاط، يعني أنا ممكن أقول لك بين 6 إلى 9 نقاط ذهبت من النادي الأهلي بأخطاء تحكيمية فادحة. الرسالة لن أوجهها للأستاذ عمر المهنة، لأنه للأسف لم نجد أي صدى لحديثنا السابق. أنا موجه للأستاذ أحمد عيدي، أستاذ أحمد عيدي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما يحدث من كوارث تحكيمية في دوري عبد اللطيف جميل لا يمكن أن تستمر. أنا لن أتحدث على الأهلي فقط، بل أتحدث عن جميع الأندية التي تضررت من الحكام. إذا لم يكن هناك تدخل صريح من الأستاذ أحمد عيد لتعديل لجنة الحكام وحكامها، فللأسف نحن نطالب يا جماعة الخير احنا نتكفل بحكام أجانب طوال الموسم، ولن نحمل الاتحاد السعودي هللة واحدة. تعبنا تعبنا تعبنا، مباراتنا القادمة مع الشباب الله يستر شو اللي بيصير فيها.
وانا اقولها من الان الله يستر وش اللي بيصير. طيب انتم يعني انتم على استعداد كامل في النادي الاهلي ان تتحملوا كل تكاليف المباريات اللي تخصكم احضار حكام اجانب؟ اذا لم يكن اتحملها سواء 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 في جده او خارج جده، انا مستعد الان اتحملها شخصيا جميع تكاليف الحكام الاجانب، ولكن في الوضع الحالي انا اعتذر من جمهور الاهلي واقول بوضوح لن ننافس في هذه الاجواء. طيب سمو الامير معليش، يعني انت تعزو كل هالنتائج اللي تحدث للاهلي في الفتره الاخيره او في هذا الموسم تحديدا، هو للاداء التحكيمي يعني بالكامل ولا في جزء منه يتحمله الجهاز الفني، يتحمله اللاعبين، يتحمله الاداره؟ انا قبل ما اتحدث تركي قبل قليل قبل ما احكي عن الحكام قلت هناك اخطاء اداريه او فنيه او اخطاء من اللاعبين، هذه احنا نقدر نعالجها وهذه احنا نلام عليها. وعندنا الاستعداد ان نلام عليها ونعترف باخطائنا. ولكن الاخطاء التي تاتي من خارج النادي هنا احنا يعني تركي انا عندي لاعب مثل برونو سيزر. بلنتي صريح 100% لبرونو. يتحول بقدرة قادر الى فاول على برونو وانذار وحرمانه. من مباراة مهمة ضد فريق ينافسني الآن وبينه وبين نقطة واحدة، بل أنه لو كسب الشباب ابتعد أكثر من المنافسة. هذه من يتحملها؟ هل إحنا نتحملها كإدارة نادي؟ هل يتحملها الجهاز الفني؟ هل يتحملها اللاعب؟ لا يمكن أن نتحملها إحنا. أنت حرمتني من لاعب أنا دافع فيه مبلغ وقدره لإضافة قوة للنادي الأهلي، أنحرم منه بقرار مجحف، قرار ظالم. طيب. من ضربة جزاء للأهلي إلى كرت أصفر وإحرمان اللاعب بمباراة مهمة قادمة. إلى متى؟ إلى متى؟ بس السؤال إلى متى؟ أنا أتمنى أنه أطلع أنا غلطان ويطلع الأستاذ عمر المهنا يبرر هذه الأخطاء أو يقول لا أنتم المخطئين والحكام صح. إذا قالها لها الحق 100%. أنا أتحدى أي حكم منصف من المملكة أو من لجنة الحكام في السعودية أو خارج السعودية انه يقول كلامنا فيه خطا. اذا كلامنا فيه خطا احنا نملك الشجاعه ونعترف باخطائنا ولنا اخطاء، سواء اخطاء اداريه او فنيه او اللاعبين لنا اخطائنا، ولكن اخطاء الحكام كان لها الدور الاكبر فيما نحن عليه الان ومن خساره لا يقل عن 9 نقاط في الجولات الماضيه. طيب. فيتركي الموضوع تعدى انه السكوت او الغرامات، احنا يا جماعه الخير واللي يبونه احنا حندفع. بس يخلونا نجيب بس ما جانب. بس ما حنسكت ها؟ يعني الين متى يا تركي؟ الين متى يعني نطلع يعني ما في شيء قاعد يصير الان يبشر بخير، والله من اسوء الى اسوء. وانا اقول لك اتذكر كلامي اليوم الوعد الخميس القادم وشوف اللي حيصير في المباراه. ان شاء الله ما يصير لك الخير. بس اذكر كلامي. بيني وبينك ان شاء الله المباراه القادمه ان شاء الله باذن الله. انا اتمنى والله اتمنى انه ما يصير، واتمنى انها تطلع المباراه قمة في كل شيء كما هي العادة مباراة الأهلي والشباب. صحيح. وأنا لا أتحدث عن مباراة الشباب فقط وما يتلي مباراة الشباب، يعني أنت لما تعطيني 3 حكام أجانب لما يكون عندي مستوى الحكام جدا ممتاز أقتنع بهذه، لكن للأسف في المستوى المتواضع أنا أتمنى أن يعطونا المباريات القادمة. إحنا كأندية أو أنا كمسؤول عن النادي الأهلي أتحمل دفع كامل تكاليفها الان، حتى موضوع برونو سيزر والكرت الاصفر، هناك مطالبه من الجماهير الاهلاويه انه نرفع للاتحاد اسقاط الكرت عنه، وانا اقول لهم للاسف من الان سنرفع، ولكن انا اعلمهم الرد من الان. الرد سيكون انه خطا تقديري ولن ترفع البطاقه الصفراء، وهذا كلامي وحيذكرون الجمهور الاهلاوي في قادم الايام ان شاء الله. طيب الامير فهد بن خالد رئيس مجلس الاداره. بس اخي تركي في نقطه اخيره. فضل. انا بس رساله ايضا لجماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي هي العون بعد الله في كل ما يتحقق للنادي الاهلي في جميع العابه. النتائج ساعات لما ما تكون طيبه اعرف رده الفعل اللي تحدث من الجماهير الاهلاويه، ولكن لم نعتد في النادي الاهلي او ما تعودنا انه نشكك في ذمم اشخاص يعملون النادي الاهلي، هناك شخصين للاسف انا ارى انهم قاعدين يتعرضوا الى حمله
غير لائقه من بعض الجماهير وليس كل الجماهير، من بعض الجماهير الاهلاويه اللي هم مع العلم اللي هم الاستاذ ايمن عبد الغفار والاستاذ خالد عبد الغفار. ما بيقدمون هؤلاء للنادي الاهلي هو شيء كبير، ثقه الاهلاويين جميعا. ايش تقول عنهم سمو الامير؟ انا اشخاص انا شهدت فيهم مجروحه يعني. لا الحمله يعني ايش ما اخذهم عليهم هذول القله من الجمهور؟ انا ما ادري، ربما هناك للاسف من سوق لبعض الاشاعات، ولكن انا اقول لهم اللي يملك دليل واحد على اي شخص في النادي الاهلي يعمل، سواء فهد بن خالد او اي الى اصغر عامل في النادي الاهلي، يملك دليل واحد على اساءته للنادي الاهلي في اي مجال كان، طيب فليتقدم به، وله مني اني انا اخذ حق النادي الاهلي، ولكن الاتهامات في الباطل لا يقبلها لا دين ولا عادة. صحيح. الأمير فهد بن خالد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، شكرا جزيلا لك.